السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صديقاتي وحبيباتي ومشتركاتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا ربي. البنات، نظرا للطلب الكثير اللي وصلوني على غاتو سك بالزيت، لبيت لكم اليوم طلب ديالكم وجبت لكم وصفة من هذه الوصفات السهلة والبسيطة، ويجي ما شاء الله. البنات، وإلا قدرني ربي خياتي إن شاء الله راح نديروا سلسلة تحلويات جافة بالزيت. هذه البنات، احنا نقولوا عندنا كاس زيت واش نقدر نديرو به، يا حلو الطابع يا موسكوتو مينو، كاين بزاف انواع ما شاء الله تاع لي غاتو ساك، يجو بالزيت ويجو روعه. نخليكم مع النوع الاول البنات، مشاهده طيبه للفيديو. بسم الله وعلى بركه الله، نبداو في المقادير تاع الغاتو تاع اليوم. اول شيء نسحقوه البنات كاس تاع الزيت، نسحقوا كاس تاع الزيت، ولازم يا البنات الكاس اللي تبداو تعبروا به تكملوا به. تحبوا كونتيتي تجيكم شويه كبيره تقدروا تكبروا الكاس ولا تكبروا الكيله، ديروا في ان بول تاع الشوربه باغ اكزومبل وتجيكم كونتيتي ما شاء الله. نديروا كاس تاع سكر غلاس، البنات اللي تحب الكاطو تاعها يجي يدوب في الفم دير سكر غلاس، واللي تحبوا نوعا ما يتقرمش دير سكر عادي. نسحقوا لهنا البنات زوج كيسان تاع الفارينه، نسحقوا ربع حبات بيض، ندير زوج صفار وزوج كاملين. نسحق لهنايا لافاني وقرصه ملح، نسحق باكي لا ليفير، ونكمل اللايم لاباط ديالي بالمايزينا. نسحقوا لهنا البنات ملون اخضر وملون احمر اختياري، ونستحقوا هذا المول البنات ولا هذا الطابع اللي راهو متوفر يعني وراهو يسوى 10000. هذا البنات انا شريتو 10000 وراهو متوفر باختو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في غيسيبيون البنات لهنا جرد، انا حطيت زوج حبيبات بيض كاملين، ودوك راني نحط في صفار بيضتين. فوالا نزيد معهم الكاس تاع سكر غلاس، الرشة تاع الملح، والمغرفة تاع لافاني. هكذا كيما راكم تشوفوا نخلطهم بالفوي تخليطة خفيفة، ونزيد نحط معهم الكاس تاع الزيت. نزيد نخلط شوية البنات، وصفة سهلة مهلة يا البنات، والله العظيم في وقفة تحضروها وتفرحوا بها العائلة والأطفال. نحط لهنا البنات قلت لكم زوج كيسان تاع الفارينة مع الساشي تاع خميرة كيميائية، ونخلط شوية هكذا، ومن بعد ندخل يدي. البنات لهنا لازم ندخل يدي، انا دوك راح ندير المايزينا حتى وين تتلايم معايا عجينة طرية. ما يخفى لكمش البنات لاباط اللي فيها المايزينا لازم نخلوها طريه، باسكو كي تخلوها تريح راح تنشف ولا راح تحكم روحها هذيك لاباط ديالنا. نخلط هكذا وندخل حتى نتحصلوا على عجينه شويه طريه. هذه البنات انا راح نقسم العجين ديالي وراح نلونه، انتوما هذه المرحله اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا تخلوا لاباط ديالكم بيضاء عادي. نكمل هذه لاباط البيضاء، نزيد لها شويه مايزينا حتى نتحصلوا على عجينه قلت لكم طاريه. فوالا هاوليك القوام تاع العجينه البنات اللي نتحصلوا عليها، هذا هو لازم تكون هكذا طريه. راح نغلفها ونخليها تريح، ومن بعد نجي نلون لاباط ديالي، وحده ندير لها ملون احمر والاخرى ندير لها اخضر. هكذا كيما راكم تشوفوا ندخل هذاك الملون البنات بلا ما نعجن، سمعوني مليح البنات، شوفوا كيفاش راني ندخل فيها، جوست راني ندور كيما البيتخان هكذا دورو برك باش ما تتحصلوش على حلوى معجنه، تجيكم خفيفه ودوب في الفم. ومن بعد نكمل نعاود نلايمها ولا نزيد لها المايزينا حتى تتلايم معايا، عفوا عجينه طارية. نكمل انا نزيد العجينة الخضراء هذه نلايمها ونولي لكم. فوالا البنات هاي ليك لاباط ديالي بعد ما خليتها ريحت واحد ربع ساعة وشدت روحها، نجي لهنا نشكلها قدامكم نشوفوا كيفاش راني ندير. البنات ندير انبودة هكذا كيما راكم تشوفوا، ندير شوية في يدي مايزينا فوالا، ونحطو في هذا المول. البنات المول ما يلصقش، الا خفتو منه يلصق ديرولو شوية مايزينا هكذا، سقموا الحبيبه ديالكم مليح اب فوالا، خبطه خفيفه وانتوما خرجتوها. هكذا البنات انتوما تتحكموا في الحجم تاع الحبه اللي حبيتوه، انا حسبت 8 درجات هذوك وقطعتها، ومن بعد تقيسوا على نفس الحبه اللي درتوها الاولى باش يجوكم كامل الحبيبات كيف كيف. هو المول يقطع 3. نجي نعاود لهنا البنات قدامكم حبيبه باش تفهموا مليح، قلت لكم توجور يدينا نمسحوهم
بالمايزينا. البنات اللي خافت المول ديالها الا استقد دير له رشه خفيفه تاع مايزينا، تشكلوا حربوش كيما راهو موضح في الصوره، ندير له ضغطه خفيفه برك هكذا نضغط عليه نخبط ويطيح معنا فاسيلمو. قلت لكم احسبوا البنات 8 الا حبيتوهم كيما دياولي، ولا حبيتوهم قل نقصوا بيان سور هذاك الشيء يولي ليكم. هكذا المول ديالنا يخرج لنا 3 حبيبات هاولي كيما راهي موضح في الصوره، تجي ما شاء الله متحوفه. شوفوا البنات لهنا انا كنت نخدم وبقات لي شويه عجينه غاز، مي ما تكفينيش باش نكمل المول. جات في بالي واحد الفكره، خلط شويه من العجينه الغاز شويه من الفيغ، جات ما شاء الله يا البنات والله العظيم جات تحفه. شوفوا شحال جات بزاف شابه. زدت خلطت شويه لهنا من البيضه ومن الغاز، جات ما شاء الله. هكذا البنات ومن بعد راح ندخلها طيب في الفرن اللي راني مسخناته 10 دقائق، خدات معايا الوقت واحد الربع ساعه ابيبخي، ومن بعد نتلاقى. هذه يا البنات شوفوا هاوليك الكاطو ديالنا بعد ما طاب، انا لهنا راح نلصقه بالمعجون، نتوما لكم الاختيار خياتي، تحبوا تلصقوه بلا جولي ولا بالمعجون ولا حتى بشوكولا اتختيني، هذاك الشيء يولي ليكم. وانا البنات انا لهنا درت تزيينين مختلفين كيما راكم تشوفوا، هذا النوع الاول درت له او دهنته بالمعجون هكذا ساير داير كيما راكم تشوفوا على الحبيبه كامل، ومن بعد رمتها في نواه كوكو، هذا هو شكلها النهائي. اما النوع الثاني خياتي واللي هو اسهل، غطست هاد الجوانب يعني برك لهنا في المعجون ونزيد نرمدهم في نواه كوكو. هذه البنات انا راح نكمل الكميه كامل اللي بقات لي ونتلاقاو في طبق تقديم باذن الله. فوالا البنات هاوليك الشكل النهائي تاع الكاطو ديالنا بعد ما زينتو، شوفوا كيفاش جا خياتي ما شاء الله شكلا ومذاقا، جات تحفه تحفه يا البنات ما نحكي لكمش على القوام. هاي ليك اني قسمت حبه قدامكم، شوفوا كيفاش يجي مهوي، يجي خفيف، يجي يدوب في الفم ما شاء الله. كاس زيت وحبيبات بيض وكويس سكر، درنا اروع كاطو سك ويقطع كميه ما شاء الله، كميه لبس بها. هاي لك البنات هاني نقسم حبيبه قدامكم، شوفوا كيفاش يدوب روعه، يدوب ذوبان خياتي. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم وتطبقوها وتنجحوا فيها، وتدعوا لي دعوه خير وتنوروني بتطبيقاتكم في جروبي على الفيسبوك مطبخ ام سيدو. خليتكم البنات في رعايه الله وحفظه، الى وصفه قادمه وطبق قادم. سلام.